في الفيديو ده نتعرف على ملخص حياة أدوالي من ولادته حتى وفاته، والأحداث اللي في الفيديو ده كانت مذكورة في جزء بلاك فلاج وإضافة صرخة الحرية وجزء روج، فيلا بينا. أدوالي اتولد سنة 1692 في بلد اسمها ترينداد وموجودة جنوب البحر الكاريبي، ولما أدوالي كبر شوية اكتشف ان هو مجرد عبد الأشخاص بيمتلكوا مزارع سكر في المدينة اللي اتولد فيها، وما كانش فيه أي شيء أمام أدوالي غير انه ينفذ أوامر أصحاب المزرعة ويشتغل ليل ونهار عشان يقدر يعيش، لكن بالرغم من ضعفه وقلة قدرته إلا انه كان دايما بيفكر في الهروب عشان يعيش كإنسان حر، لكنه في نفس الوقت كان خايف يعمل كده لأنه لو هرب حياته دايما هتكون في خطر. ومرت السنوات وما زالت فكرة الهروب موجودة في دماغ أدوالي لحد ما فرصة الهروب جات له أخيرا وهو عنده 16 سنة لما القراصنة هجموا على مزارع السكر وسرقوها كلها وكمان خربوا كل شيء فيها. وقتها أدوالي قرر أنه يستغل الفرصة ويهرب مع القراصنة دول، ومن هنا أدوالي تحول من مجرد عبد لقرصان. القراصنة في الأول اتفاجئوا بوجوده معاهم في السفينة لكنهم بعد كده أعجبوا بيه وبشخصيته وبشجاعته ورحبوا بيه كلهم في عالم القراصنة، وبدأ أدوالي يتعلم مهارات القراصنة زي استعمال السيف واستعمال الأسلحة والتسلق. ولما أدوالي بقى عنده 23 سنة أصبح وقتها خبير في أمور القراصنة والسرقة، وفي يوم من الأيام أدوالي اتقبض عليه هو وباقي أفراد السفينة من قبل الحكومة الأسبانية، وده علشان سفينتهم كانت قريبة من سواحل هافانا، ولأن أدوالي كان بيعرف يتكلم إنجليزي وفرنسي وأسباني قررت الحكومة الأسبانية أنهم يستفادوا منه ويخلوه مترجم عندهم ولكن وهو في السجن. ومرت الأيام لحد ما قابل إدوارد كينوي في زنزانة السفينة، ووقتها إدوارد كينوي سمى السفينة دي بالجاك دو زي اسم القناة كده. وفي الفترة دي أدوالي كان الذراع الأيمن لإدوارد كينوي في رحلته كلها، وده بسبب خبرته الكبيرة ومهارته العالية، لكن أدوالي بمرور الوقت خاب أمله في إدوارد كينوي لأن أدوالي كان دايما بينصح إدوارد كينوي إنه يتوقف عن أذية الأبرياء والضعفاء، لكن إدوارد كل اللي كان بيهمه في الوقت ده هو السرقة والغنائم والنهب حتى لو كان هيسرق من الفقراء. ولأن فكرة القراصنة والنهب ما كانتش عاجبة أدوالي لأن هو في الأصل أصبح قرصان لمجرد إنه يهرب من العبودية، ولذلك قرر إنه ينضم للأساسنز وهو عنده 27 سنة علشان يقدر يحقق السلام للعالم ويقضي على فكرة العبودية تماما. وقدر أدوالي ينضم للعقيدة ويخدمها لسنوات طويلة، وبعد تقاعد إدوارد من كونه قرصان وأساسن أدوالي في الفترة دي كان من أقوى الأساسنز في العالم لأنه كان اكتسب خبرة وسمعة كبيرة جدا وجمع طاقم كبير في سفينته بالتعاون مع باقي الأساسنز، واستمر سنوات طويلة في مواجهة أعضاء التمبلرز وكمان كمل محاولاته في القضاء على العبودية. وقال وقتها أدوالي إن الفترة اللي قضاها مع الأساسنز هي أفضل فترة في حياته لحد ما أدوالي كبر في السن، لكن ده ما أثرش عليه وبدأ رحلة جديدة في تعليم الأساسنز المنضمين جديد مبادئ العقيدة وأساليب القتال. وفي الفترة دي أدوالي اتعرف على أكيلز وكمان اتعرف على تلاميذ أكيلز اللي هم شي كورماك وليام، وكان على تواصل مع كل الأساسنز اللي في شمال أمريكا. وبعدها بسنوات كان شي كورماك ساب عقيدة الأساسنز وانضم للتمبلرز مع عيسم كينوي، وبسبب قوتهم في الوقت ده فكانوا بيطردوا كل الأساسنز وبيقضوا عليهم، ومن هنا جه دور أدوالي عشان يقضوا عليه لأن أدوالي كان عضو مهم جدا بالنسبة للأساسنز، ولذلك شي وهيسم كان لازم ينهوا على حياته في أسرع وقت. وبالفعل شي كورماك وهيسم كينوي راحوا لأدوالي وطردوه، وقدر شي كورماك ان ينهي على حياة أدوالي، ومات أدوالي وهو عنده 66 سنة في مشهد محزن جدا. أدوالي بالرغم من كونه شخصية ثانوية إلا إن كان ليه دور مهم جدا في السلسلة لأنه ببساطة صديق وافي ومخلص. أدوالي أفنى حياته كلها في محاولة إنهاء العبودية وتحقيق السلام للعالم، وفعلا أدوالي تتلخص فيه عبارة يا بخت اللي صاحبه راجل. وده كان ملخص حياة أدوالي، أتمنى لو عجبك المحتوى تدعمني بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وأشوفكوا في فيديو جديد.